بيسأل هي ايه مستشفى الحميات دي، هي ايه الحاجة العظيمة اللي عندنا دي اللي كلنا بنبص لها كده من فوق لتحت، او اللي ما يعرفش يبص لها. انا اللي عايز يعني انا عايز اقول للناس بس بجد، يعني مصر فيها حاجات عظيمة جدا. المستشفى دي اتعمل سنة 1893، يعني كان في دول افريقيا ودول عربية ما كانتش موجودة. ده حقيقي. عندنا مستشفيات عريقة، بس أنا يعني المستشفى دي بتعالج من 1000 يعني 1000 واحد تقريبا، 1000 مريض بيروح لها كل يوم يوميا، يعني بيترددوا عليها، يعني 30,000 في الشهر، رقم مرعب. أنا عايز إمكانيات زي أي. أنا هنا بقى يعني قعدت اطقس واسال، يعني ايه الـ ايه الـ ايه اللي ناقص المستشفى دي. هقول لك حاجه، انا نفسي مستشفى الحميات في مصر دي تبقى قضيه دوله، يعني مش قضيه ولا وزاره الصحه لوحدها ولا حتى كمان المواطنين يتبرعوا، مش هي دي القضيه. دوله جمهوريه مصر العربيه لازم تحول مستشفى الحميات دي الى مركز طبي عالمي متخصص في الحميات للشرق الاوسط وافريقيا. صحيح. لازم ده عشان يبقى احنا وللمواطنين ولمصر طبعا، لانه بيعالج يعني هو استثمار للتراكم، استثمار للخبره، استثمار طبعاً للعلم اللي موجود في المكان ده. احنا عندنا شويه جواهر بس عليهم شبرين ثلاثه تراب. ايوه، شبرين ثلاثه تراب دول ممكن يبقوا فقر، ممكن يبقوا قله امكانيات، ممكن يبقى اهمال، ممكن يبقوا حاجات كتيره جدا. تمام. انما في جوهره. تمام. أول يوم يعني حاولنا نظبط الأمور اللي هي الطبية اللي هي اللي كان جاي بيها، كان حارته فوق 41. الحمد لله بالتحاليل بتاعتنا وبالفحوصات والمتابعة قدرنا نوصل للتشخيص بتاعه، وربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين بالشفاء. تعبت ولفيت كتير هنا، هم اللي خص الحاله بتاعتي وهم اللي متابعيني. اقسام الاقصائي اللي موجوده في المستشفى تقريبا مش اكتر من 20% من اقسام المستشفى، والباقي الاقسام خدمه مجانيه للمريض. عندنا بنستقبل كل حالات الامراض المعديه من خلال الجمهوريه كلها، وحتى العيانين جايين من بره مصر، فبنستقبل حالات التهاب المخ وحالات الحمى الشوكيه، حالات الملاريا، حالات التيتانوس. الحاجات دي كلها المستشفيات العادية ما تقدرش تستقبلها. هو الحمد لله عامة احنا بنقوم بواجبنا وشغلنا، بس هو يعني في حالات بتظهر هنا عندنا في الغرغرينة بالذات، بيبقى أهلها الصراحة بيسيبوها ويمشوا، احنا بنقوم بالغيار وبتنظيف المريض وبنديله علاجه الحمد لله. يعني انا رحت الاول مستشفى سنوي، قعدوا يومين هناك ما قبلوش الحاله، قالوا لنا ما عندناش سراير فاضيه. طب نروح فين؟ قالوا لنا نروح الحميه. جينا الحميات هنا بصراحه وقفوا معانا، هو يوم اللي احنا قعدناه في بتاع جوه، وبعد كده حولوه في الرعايه. هو المتاعب اللي احنا منقابلينها عدد التمريض عندنا قليل قوي، يعني لو العدد عندنا يتوفر باكتر من كده هنقدر نقدم برضو اكتر حاجه موجوده عندنا. ساعات بيبقى عدد الأسرة قليل ومش لاقيين حد نحجزه، أو لو المنظار عطل ولا حاجة ومحتاجين، لأن المناظير بتحتاج تكلفة عالية شوية، فمحتاج بعض المساعدات في الموضوع ده.